كونك شابا تقطن في مناطق سيطرة نظام أسد، فهذا يجعلك عرضة للاعتقال في أي لحظة، كما حصل لـ30 شابا من قرية كفر لها شمال حمص. المعتقلون الجدد حالهم ككثير من سابقيهم ممن وقعوا اتفاق مصالحة مع نظام أسد، آملين في أن يحميهم هذا الاتفاق من خطر الاعتقال، وهذا ما لم يحدث. ناشطون أفادوا بأن ميليشيا أسد منذ أن سيطرت على المنطقة أطلقت يد عناصرها لاعتقال عدد كبير من الشباب، ومن ثم الإفراج عنهم بعد دفع مبالغ مالية كبيرة تصل لملايين الليرات. وسيطرت ميليشيا أسد على حمص في شهر أيار من عام 2018 بعد اتفاق مع الفصائل المقاتلة برعاية الاحتلال الروسي، وقضى الاتفاق بتهجير كل من لا يرغب في البقاء في المنطقة التي دخلتها ميليشيا أسد إلى الشمال السوري المحرر وتسوية أوضاع الراغبين في البقاء، تسوية لم يلتزم بها نظام أسد منذ اليوم الأول لتوقيعها وحتى الآن، سواء في حمص أو درعا أو ريف دمشق أو حلب.